معنا من شنغهاي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الدراسات الدولية الدكتور دينغ لونغ. أهلا بك دكتور دينغ معنا على سكاي نيوز عربية. إذا دكتور دينغ، يعني توتر كبير بين الجانب الصيني والأمريكي، معظمها على بحر الصين ومعظمها على موضوع فيتنام. هل تعتقد بعد اللقاء عبر الفيديو طبعا بين الرئيسين تم تخفيض هذه اللغة التصاعدية والعدائية، أم أننا في نفس المسار؟ أعتقد أن هناك يعني مسار لخفض تصعيد أو وقف تصعيد، يعني مسار سياسي. فكان هناك لقاء جيد بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي في الأسبوع الماضي، ذلك بهدف إنهاء التصعيد في المنافسة بين البلدين. غير أننا نجد على أرض الواقع منافسة وتصعيد مستمرة، خصوصا فيما يتعلق بموضوع البحر الصيني الجنوبي وأيضا ملف تايوان. هذا يعني أن منافسة بين البلدين يعني مستمرة، ليس هناك بوادر لوقف التصعيد أو بوادر لحلحلة الوضع. طيب دكتور لونغ، يعني دائما الصين قالت ستعود ستعود تايوان اليوم أو غدا، بالطيب أو غير الطيب، بالسلام أو بالحرب. هل اتخذ قرار الحرب اليوم أم أننا بعيدون عنه؟ أعتقد أن القيادة الصينية يعني واضح الموقف، واضح جدا ما كانت سبل الوسائل. يعني إن عاجلا وآجلا ستعود الجزيرة إلى الوطن الأم، يعني بلا شك ولا ريب. لكن دكتور يعني لونغ، هناك إرادة قوية جدا بين الشعب الصيني. هذا حديث طبعا الحزب الحاكم في الصين منذ عقود، أنا استمعت له وحتى التاريخ تحدث عنه. لكن عندما نتحدث عن اليوم، هل تعتقد في فترة الرئيس شي جين بينغ سنرى هذه الحرب أم لا؟ أعتقد أن احتمالات يعني موجودة وتتزايد. هذا قد أكده رئيس شي جين بينغ أكثر من مرة وفي مناسبات حزبية ووطنية مهمة. يعني هذا دليل على أن طيب. عزيمته، عزمه لحل المشكلة. طيب دكتور لونغ، دائما ما كان قوة الصين هي قوة ناعمة مبنية على التجارة، مبنية على التواصل كل دول العالم، وهذا معروف. اليوم نرى لغة مختلفة، تقوية السلاح الصيني، تقوية الصواريخ فرط الصوتية وما شابه. هل سنرى هذه القوة العسكرية بشكل أوضح في المرحلة القادمة؟ نعم، بكل تأكيد أن هذا دليل على أن الصين جاهزة ومستعدة لاستخدام القوة لو فشلت سبل الوسائل السلمية والسياسية الأخرى. سوف يتم اللجوء إلى القوة لتحقيق هدف إعادة توحيد البلاد. نعم. طيب أشكرك من شنغهاي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الدراسات الدولية الدكتور دينغ لونغ، شكرا جزيلا لك.